أول تمرين بنسويه بيكون تمرين الصدر بوش أبس. كثير مننا نعاني من البوش أبس اللي هو تمارين الضغط، كثير منا صعب إنه يسويها. ليش؟ لأنه ما عنده كمية عضلات يقدر يرفع جسمه فيها. ففي طريقة بسيطة وسهلة إنك تسوي هذا التمرين وتكسر الحاجز. طبعاً طريقة التمرين الأساسية اللي تعتبر صعبة لبعض الناس هي إنك تكون أعرض من أكتافك بشوي، تمد رجولك، أكواعك لما تنزل ما تنزل على برا، لا تنزل على داخل، تطلع ظهرك مستقيم، ظهر ما تخلي كذا خطأ، صدر برا اللي ينزل صدرك مو رقبتك، لا صدرك. طبعا التمرين راح يشتغل الصدر عندك، الترايب يشتغل عندك بعد كذا منطقة. هذه الطريقة سهلة. الطريقة السهلة واللي أتوقع أغلب البنات راح يعانون من التمرين هذا اللي سووه، طريقة الأخرى تسويها بركبتك. يعني تحط يدينك زي ما قلنا، تحط ركبتك مكان رجولك، يعني هذا كنا نسوي كذا، هذا لا، تخلي ركبتك هنا، ترفع رجولك وبرضو تسوي نفس التمرين. طبعا تحاول تسوي 3 إلى 4 جلسات 15 إلى 20 تكرار. كل ما زاد التكرار كل ما ضخيت دم أكثر للعضلة، كل ما استفدت أكثر. التمرين هذا بيكون تمرين الصدر، راح تحتاج الدنابل طبعا زي ما قلنا، الأوزان اللي عندك ما تفرق. واقف تخيلون في نقطة هنا وفي نقطة هنا، تبون تجمعون مع بعض، مو من نقطتين يتقابلون. فراح ترجع تنزل، نزل كوعك على الأرض. الحين شو ابغى؟ اجمع النقطتين اللي عندي، فراح اطلع فوق. ظهري ثابت على الارض، راح تحس الشد كله هنا في منطقة الصدر. تنزل، اول ما تمسك كوعك الارض ارجع. الشد كله راح تحسه في الصدر. اهم شيء ظهرك ثابت على الارض. في بعض الناس ياخذون اوزان ثقيلة ويسوي كذا. لا. ظهرك ثابت، صدرك من فوق. دائم تتحكم في الأوزان، لا تخلي الأوزان تتحكم فيه. إذا خلصت التمرين هذا، التمرين الثاني برضو للصدر، يدك مستقيمة، جمعين اليدين بالاثنين هنا، أو ممكن تمسكون الكورة نفس الشيء، ترجعون وراء، اليد مستقيمة. أول ما تحسون الدنابل بدأت تختفي عن عيونكم، ما تشوفونها، ارجعوا خلاص إلين ما يصير الدنابل فوق الصدر. شوف الدنابل في الصدر نفس الخط، ترجعون ورا. إذا حسيت الدنابل بدأت تكون تختفي عن عيوني، رجعها قدام. خلاص بيدك مقفلة، تحس الضغط كله ينشد. ارجع ورا، مستقيم. الحين بدأت تختفي، ما عاد أشوفها، خلاص ارجع. طبعا الحين خلصنا تمارين الصدر، راح نبدا في تمارين الظهر. طبعا التمرين هذا بسيط، زي ما كنا نسوي الديد ليفت، تذكرون كذا، نفسه بالضبط، تنزل الى اقصى حد تقدر عليه، حتى ما ظهرك يكون مستقيم وما يكون نازل. تسمي بسم الله، تسحب اكواعك، كوع، تسحب كوعك، مو تسحب يدك كذا خطا، تسحب كوعك. اسحب الاقصى مدى تقدر عليه. يعني كذا خطأ، كذا خطأ، لازم أنت تكون متحكم بالوزن، مو الوزن متحكم فيك. شوف الظهر كيف ثابت. طبعاً كثير من الناس يعانون من شحوم هنا، تمرين هذا جداً ممتاز. طبعاً تقدر تسويه بيدين، بس أنا نزلت. طبعاً التمرين اللي بعده راح نحتاج الكيبل. إذا ما عندك الكيبل ما مشكلة، تقدر تسوي بالدامبل، بس يفضل الكيبل، وراح أعلمكم كيف تسوي بالدامبل. تمرين بسيط، راح أحرك عضلة اللاتس اللي هي هذه الجانب اللي هنا. كثير من الناس نعاني من ترحلات من دهون في منطقة الظهر، فهذا يمرن أكثر من جزء في الظهر، فجدا تمرين ممتاز. طريقته بسيطة، بس راح تتعب رجولك وأردافك شوي. ليش؟ لأنك تضطر إنك تجلس ماسك الكيبل. طبعا الركب لا تصير قدام، ركبت تقريبا على 90 درجة. تسوي بسم الله،
لاحظوا الركب والأقدام على نفس المستوى تقريبا، الظهر مستقيم، الساق والأفخاذ تقريبا 90 درجة إلى 100 درجة. إذا عندك مشكلة أو تحس بحرقة كثيرة جدا ما تقدر تتحمل، تقدر تحط الكيبل على الباب، باب بيتك، مساكة الباب اللي في الغرفة، تلفها من وراها تحطها، تقدر تسوي بونت واقف عشان رجولك ما تتعب. بس إذا أنت تبغى تشغل أكثر من مكان، بنصح بالطريقة الأولى اللي هو جالس عشان تحس في رجولك في ظهرك في نفس الوقت. طريقة بسيطة سهلة، نفس الصدر برا دائما، الظهر كيف مستقيم، وتسحب الكوع، دائما تسحب الكوع، شوف الظهر كيف يشتغل. طبعا السحبة تكون بالأكواع على تحت، يعني كأنك تسحب الكيبل إلى سرك أو أسفل من سرك. طبعا التمرين هذا إضافي، التمرين اللي قبل شوي كافية، لكن تبغى تزيد تمرين من عندك ممكن تستخدم الحبل، علق الحبل فوق بحيث تكون معك العضلة اللي هي الظهر والجوانب، امسك الحبل، جسمك مستقيم، صدرك مرفوع، اسحب كوعك زي ما قلنا، واسحب. اول ما تحس بالشد الحين المرحلة هذه اللحظة هذه انا حاسس الشد في ظهري، اطلع طبعا ممكن شوي يدخل معك الكتف الخلف، لكن التركيز كله على الظهر. طبعا اذا تبغون الشد يقوى او تبون تحسون بضغط اكثر، تقدرون تمسكون الحبل المقاومه من جهه اعلى بحيث ان الشد يكون اقوى على الظهر. كل ما رفعت يدك كل ما حسيت بالشد اقوى. التمرين هذا او راح نبدا الحين تمارين الاكتاف، تمارين الاكتاف المناطق هذه راح تبدون بالدنابل. طيب شو يسمونه التمرين؟ شولدر بريس. شولدر بريس زاوية 90 يدك، لاحظوا زاوية 90 ثابتة اليدين، تطلعون فوق طلوع كامل كأنكم تبغون اليدين تتقابل، ترجعون الصدر مستقيم، ظهرك مستقيم، ما تقعد تقوس، تركيز كله على الشولدر. تعب صح؟ التمرين الثاني الأكتاف راح يشغل المنطقة الجانبية والأمامية للكتف. طريقة التمرين دنابل، ترفعون حد هذا، ترجعون تتزاوية 90 وانزل أمام، أثبة الثانية تقريبا وانزل. التمرين هذا جدا متعب، أنا الحين ماخذ كم؟ 2 كيلو وحاسة تعب. أثبة الثانية، الثبت الثانية، انزل. تبغى تستفيد أكثر من التمرين خلي نزولك جدا بطيء. طبعا ما يفرق تبدأ من البداية ولا تبدأ من النهاية، تبدأ من جنب، نبدأ من جنب، نبدأ من قدام، هذا أصعب. تركيز سكويز بعد شيك. خلصنا من تمارين تراي، راح نترك نعتمر البايسب. طبعا اللي مو بعارف هذه البايسب عندكم، نستخدم اول شيء الحبل، تحطون الحبل بالارض، توقفون عليه رجلكم قريبه من بعض، حاولوا تتاكدون قد ما تقدرون انه والله اليد متوازنه الثنتين، اليد مستقيمه مشدوده، الصدر مرفوع عندك، الكوع ثابت، الساعد هو اللي يتحرك عشان تركز بس على الباي. نبدا طبعا زي ما قال الاكواع ثابته في مكانها. كثير من الناس كذا يسوي، اذا كان وزن ثقيل عليه يرفع الكوع، هذا غلط. انت قاعد تساعد جسمك كله في العضله، انا ابغى التركيز على الباي بس، وش اسوي؟ ثبت الكوع وارفع. طبعا كثير من البنات بيقولون احنا ما نبي عضلات زي كذا، ما راح تطلع لك عضلات زيها. السبب واحد ان هرمونات الرجال تختلف عن هرمونات النساء، فمستحيل البنت تعضل بهذا المستوى الا اذا كانت تاخذ هرمونات. ممكن تسوي يدين مع بعض او تسوون يد
تركيز تسوون يد ثانية. تنويع جدا مهم. التمرين الثاني للباي بيكون الهامر راح يعطي او يشغل العضل في الباي الداخليه والخارجيه. المسكه راح تكون كذا فراح تمسك الدنابل كذا وتطلع. برضه الكوع مستقيم ثابت واطلع. برضه هالتمرين مو بس بالدنابل، تقدرون تسوونه برضه بالحبل نفس الشيء. طبعا ممكن تحسون ضغط بسيط في السواعد اللي هي هذه المنطقه هنا بالضبط، لان هي برضو تشغل السواعد. طبعا التمرين اللي بعده عندنا تمرين ترايسب اللي هي عضله يدك الجانبيه الخلفيه. طبعا جزء منها هنا وجزء هنا. الاماميه تسمى بايسب، بنسويها بعد التمرين. طبعا تقدر اذا عندك مكان عالي تعلق عليه حبل المقاومه ممتاز، ما عندك تقدر تحطها على رقبتك هنا تتمرن. طبعا طريقة التمرين كالتالي: تلصق ظهرك في الجدار أو في المكان اللي أنت معلق عليه. إذا ما عندك جدار عادي أهم شيء صدرك يكون برا، تسمي بسم الله. كوعك ما يتحرك، اللي يتحرك الساعد فقط. شوفوا العضلة هنا تشتغل. أيوة لازم لما تنزل تمد مدود كامل، لا تمد نص يدك. المدود الكامل هو اللي راح يسوي الفرق في التراي عندك. شوفوا كيف اول ما يمد مدود كامل تنشد التراي. ارتخت الحين مد الحين. واذا جسمك ينفض صدقني العضله شغاله صح، اني انا قاعد انفض. كثير من الناس يحركون الكوع فوق، ورهم كيف. ايوه كذا غلط، لا كوع ثابت. كوع ثابت بس الساعد هو اللي يتحرك. ولد نور خلاص. طبعا اذا ما عندك شيء تعلق عليه الكيبل تقدر تسويها على رقبتك، بس حاول انك تحط فوطه ورا عشان اذا عندك شعر هنا ما ياثر عليك وما يسحب الشعر. طريقه بسيطه، كوع ثابت زي ما اتفقنا، تسمي بسم الله، صدر بط شد. التمرين الثاني للترايسب راح تحتاج الدامبل فيه. طريقته بسيطة وسهلة. تنسدح، تاخذ الدامبل، تبدأ يدك مرفوعة فوق، كوعك ما يتحرك، اللي يتحرك سواعدك فقط. ترفع إلى أعلى مكان، نفس الوضعية اللي بديت منها. نفس التمرين الأول، الكوع ثابت دايم ثابت. يمكن يتحرك الكوع عادي بس حاول إنك أنت تثبته. التركيز على العضلة نفسها. طبعا تقدر وانت رافع تلفها اذا تبغى، بس ما يحتاج. كثير من الناس يخطئون، تلاقيه يسوي كذا كذا خلاص، هو نفسه ثابت. تنزل الشد كله بيكون في المنطقة هذه. في ختام الحلقة نتمنى الكل استفاد من التمارين. اذا عندك اي سؤال اكتبها في الكومنت تحت وان شاء الله برد عليك. لا تنسون تتابعونا على تويتر وانستغرام، بحط الاكونت على الشاشه وبحطه تحت في الديسكربشن. لا تنسون التمارين هذه كلها ما تسوى اي شيء اذا اكلك مرخبط. 80% على الاكل، 20% على التمارين. ختاميه اشوفكم على خير في امان الله.